ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਈ ਕਰ ਚਲਾਈ ਕਰ ਪੀਲਾ ਆਉਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਜਲ ਫਰਜਮ ਮਜਲਿਸੇ ਅਜ਼ਾ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਦਰਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਵੋ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਪੇ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਆਦੀ ਆਦੀ ਰਸਮੀ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਤਲਾਵਤ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਾਵਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰਹਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਲਕੀ ਯੋਮਿਦੀਨ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ ਵਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿਰਾਤਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਗੈਰ ਮਗਜ਼ੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾਜ਼ਾਲੀਨ تشریف لائیں اور تلاوت حدیث کریں نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ صلوات امام مہدی علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیع فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبدا من الضعف قال يا فاطمة أتيتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر عليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان أنت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذني أن يدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وهك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء
فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله تعظني ان يدخل معك ما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معه ما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعظني أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الولاي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله تأذني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا عزتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء فلم أكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ومبياد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يعلمني وما يعلمهم ويحزني وما يحزنهم أنا أهرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وأدعو لمن أدعهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك على عليهم أذهبان ومرج وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكن السماوات إني وما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدب ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد قال جبرائيل يا رب أتأذني أن أبد على العهد لا أكن معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت له أبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى ويكرك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني وما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلك يدعو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذني أن أدخل معكم قال تأذني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نوم قد أذنت لك فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء فقال الأمين الله قد أوي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل قال لابي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض
وفي جمهور من شيعتنا ومحبين الله ونزلت لهم الرحمة وعفت بهم ملائكة واستغفروا لهم أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام ازم الله فوزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي مغموم إلا وفرج الله ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فسووا فسادوا في الدنيا ولا آخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وآله